بس بعد ما نتكلم كمان عن الصور الصحفية واللقطات اللي كانت مختلفة وشفناها، المواقف اللي بتحصل جوه الملعب، احنا معانا عمرو عبد الله زميلنا في وكالة رويترز اللي نجح في التقاء صور كتير في بطولة كأس العالم 2022. عمرو صباح الخير عليك. صباح النور عليكم، وصباح على حضراتكم كلكم وعلى الجميع يا رب ان شاء الله بخير. اهلا بيك. صورك وعينك يا عمرو وانت بتاخد اللقطات بتبقى مختلفه، وبنبقى عارفين انها يعني في الاخر كده من غير ما نشوف توقيعك عارفين انها صورك. امبارح لما حطيت صور التاتوز اللي كانت موجوده امبارح وشفناها مع بعض اللي انت كانت ظاهره في المران، كان هدفك ايه او وجهه نظرك انك كل الناس بتجيب صور المران واللعيبه وانت حاطط التاتوز اللي موجوده كانت مختلفه على ارجل اللاعبين، كان ايه وجهه نظرك؟ عامه الواحد لما بيروح اي يعني اوردر جديد لازم بقدر الامكان يكون في زاويه جديده او فكره جديده لازم تزينها في كل تدريب او كل ماتش او كل حدث بيحضره. انا لما رحت هناك اول في التدريب امبارح لقيت معظم اللعيبه، كان تدريب منتخب الارجنتين وطبعا ميسي كان هو المحور التدريب كله، كان في تاتو تقريبا لسه تقريبا محطوط جديد ليه. انا حاولت بقدر الامكان اجيب بطريقه كويسه دي، حتى كان في برضه بانر لبعض الجماهير الارجنتينيه موجوده بره لرونالدو وميسي الاثنين مع بعض، يعني اللي هو السبيل بتاعهم اللي هو ازاي يقدر يوصل لكاس العالم. حاولت بقدر الامكان ان شاء الله يعني ان انا استمر ان انا ان كل يوم يبقى فيه صوره جديده ان شاء الله، يعني فالواحد بيحاول يعمله. عمرو، هي بتكون لحظة تاريخية إن المصور الصحفي يصور صورة مختلفة في حدث مهم زي ده، حدث دولي زي ده، الصور دي بتاخد جوائز وبتدخل مسابقات وبتختلف من مصور لآخر. إيه اللي بيعمله الصحفي لما يعرف إن هو هيسافر أوردر مهم زي ده أو يسافر سفرية مهمة زي دي، حدث تاريخي ممكن يصور لقطة مش مهم بالمناسبة زي ما بنشوف، مش مهم إن يكون اللاعب واقف يتصور، يعني مش لازم يكون باص لعدسه الكاميرا، ممكن يكون لاعب وهو بيشرب ميه فانت ممكن تصوره فيبقى صوره تاريخيه، اعتراض، فرحه، لقطه من الجماهير، لقطه من اللعيبه، فاستعداداتك بتكون عامله ازاي لاوردر زي ده؟ عامه قبل ما اسافر زي اوردر زي ده، سواء كاس عالم، سواء كاس امم افريقيا، سواء بطوله اولمبيه زي طوكيو الاخيره ديت، الواحد بقدر الامكان بيعرف هو ايه اللي هيصوره الاول عشان يحط ايه النقط الحاجات الاساسيه اللي الناس عارفاها، بس في نفس الوقت يطلع الحاجه اللي الناس مش بتشوفها، مش متعوده اللي هي تظهر ليهم، اللي هي زي خلف الكواليس بقدر الامكان. وفي نفس الوقت اللي انت ازاي تستخدم امكانيات الكاميرا اللي معاك او استخدام التكنولوجي اللي انت شويه تحب بقدر الامكان، او الجماليات في الاضاءات او في الصوره اللي انت تطلع حاجه مختلفه عن زمايل الثانيه المصورين معاك. اللي انت هنا في ما شاء الله الاف المصورين او مئات المصورين، احنا كوكاله العدد بتاعنا احنا بنغطي الماتش ما بين 4 لـ5 مصورين بلس اللي فيه اصلا كمان ريموت كاميرا او كات ووك كاميرا موجوده في المدرجات من فوق، يعني احنا كل واحد بيتنافس مع الثاني اكتر كمان، يعني احنا في الوكاله نفسها كل واحد بيجتهد اكتر اللي احنا نطلع صوره مختلفه عن الثاني. ما بالك بقى بيبقى في جميع المصورين التانيين في جميع الدول، لازم كل واحد بقدر الامكان بيبقى بيحاول يكون مميز في حاجه ثانيه، والحمد لله رب العالمين انا بحاول بقدر الامكان. يعني النهارده ان شاء الله عندي مباراه السعوديه والمكسيك، وربنا يكرم ان شاء الله السعوديه. الواحد برضه بيفكر امبارح الارجنتين، جماهير الارجنتين موجوده في السوق واقف، كان نفس الكلام اللي كان بيتقال على وين ميسي وين ميسي لما كان السعوديه خارج بعد الماتش، دلوقتي جماهير الارجنتينيه ماشيه وين سالم وين سالم. دوت الواحد يعني بيفكر ازاي ممكن يطلع الماتش بطريقه كويسه وبصوره كويسه ان شاء الله، ويا رب تكون فرحه زي ما عملنا في فرحه المغرب بإذن الله. يا رب. خد من كلامك واشوف الترند هو اللي بيحركك، عينك هتبقى على مين؟ لان يعني انت قدامك 22 واحد في الملعب، عينك بتبقى جايبه النجم الاساسي اللي انت متخيل ان هو هيبقى عليه اقبال اكتر، ولا عينك بتبقى مهتمه بان انت تشوف تفاصيل تانية علشان انت متوقع ان الباقي هيركزوا على النجم الاساسي فانت تختلف وتتفرد، بيبقى هدفك تعمل ايه؟
بالظبط زي ما انت حضرتك قلت بالظبط. يعني الواحد لو هو رايح عشان حاجه معينه بالظبط، حاجه واحده، اكيد هيخسر حاجات ثانيه كتير. انا بقدر الامكان انا بحاول في شغلي عامه ان انا ما اكونش مسيطر عيني على حاجه واحده بس، لازم عينيك او عدستك تبص على حاجات كتيره في الملعب، عشان في حاجات الناس ما بتشوفهاش وبالعكس بتكون هي المفاجاه ليهم. يعني زي صوره الباتمان اللي عندي في ماتش المغرب ده لوحده كان يعني في جميع المصريين شايفينه، بس في نفس الوقت هو خدعني في لحظه الجون، الجون الثاني برياكشن مختلف خالص، خدت الصوره دي عندي تو بيكس اوف ذا داي عندنا في تويتر واتعملت باكج والكلام دوت. يعني في اوقات بتبقى انت او انت كمصور الواحد بيحاول يتابع الاحداث الموجوده في الملعب كلها مش في اتجاه دايركت لوحده، لا لازم تبص يمين وشمال، لازم تبص لايه الاختلاف اللي موجود في الملعب عشان تبرزه للناس والناس اللي مش شايفاه اصلا تشوفه. طيب ده كويس. عمرو، هل بيبقى مطلوب من الصحفي اللي بيسافر سفريه زي دي انه يكون مذاكر الملعب كويس، مذاكر اللعيبه، عارف هم مين، عارف كل التفاصيل المتعلقه بقبل المباراه عشان يقدر يتارجت في الملعب هو رايح فين؟ ده اكيد اكيد لازم تكون انت دارس اصلا الفرقتين اللي قبل كده اللي هيلعبوا مع بعض، عارف مين اللعيبه الموجوده، عارف اللعيب المعين دوت بيبقى عنده رياكشن معين بعد ما يحرص الهدف. يعني افتكر قبل كده لما كنت بصور، يعني كان ليا نصيب ان انا صورت نهائي ابطال دوري بس اللي هو اليوروبا ليج، كان في مره وانا بصور اوباميانج كان لسه بيلعب في تشيلسي، لقيت المصور الزميل ليا في الدوري الانجليزي بيقول لي خلي بالك لما بيحتفل بيعمل زي اللي هي الاكروبات بتاعت لازم تستخدم العدسه الواسعه، بيبقى انت لازم يعني اشوف هم برضو عارفين، كل واحد لازم يكون عارف ايه اللي هيحصل في وقت الماتش عشان تبقى انت بتحضر نفسه. يعني انا بقدر الامكان بحاول يعني ايه تحضر نفسك، يعني انت بتبقى عامل بلان لشكل الصوره ومستني انها تحصل، يعني عندك رؤيه كده مسبقه او تخيل، ولا لا انت مستني في كورنر عامل حسابك ان في زاويه هي اللي هتبقى الافضل وانت بالظبط؟ يعني هو عشان يعني لما يحصل في فرحه وانا شغال بالعدسه السيلي وهو جاي عندي انا ما اقدرش اصوره، لازم اكون محضر نفسي قبل الكاميرا الثانيه في عندي عدسه وايد لما يقدر لما يجي يحتفل عندي اقدر اخده جنرال فيو كامل، سواء بقى عايز اعمله بطريقه جماليه اللي هي تكون هاي كلام مني يا عمرو عن الصوره اللي انت بتبقى مجهز لها زي الصوره اللي احنا عارضينها دلوقتي، انت عارف ان الجول فمركز مع حد من المشجعين وعارف ان شايف بعينيك ان انعكاس الجول هيكون في النضاره بتاعته، فدي مجهز لها ديت. لا الصوره ديت يعني التوفيق من عند ربنا وفي نفس الوقت الصبر في الصوره ديت اللي انا يعني ديت انا كنت في الفان فيستيفال ديت ما كانش في الملعب اصلا، حتى في ناس كان بتحسبها اللي هي كانت في الملعب اللي انت كنت ازاي قاعد وسايب الماتش وبتبص على الجمهور دوت، لا دوت كان في الفان فيستيفال اريا ديت عباره عن مكان بيجمع الجماهير اللي هي ما تقدرش تخش المباريات بحفله كبيره والكلام دوت. انا كنت حاطط قبل ما اخد الكادر دوت اللي انا بصوره لقيت الاكشن بتاعه وفي نفس الوقت الريفليكشن بتاع الشاشه على النظاره بكلمه فان فيستيفال في الاول، انا لسه كنت هاخد اللقطه خدت اول كادر الكادر دوت وقدر ربنا عشان انت برضو يعني حاطط بلان لصوره جت اللحظه الثانيه في الكادر الثاني الجون دخل والفرحه، يعني ده برضو توفيق من عند ربنا والحمد لله الواحد يعني كان عامل بلان لحاجه وربنا جزاه بحاجه، يعني يعني الواحد برضو تعب في حاجه قام لقاها لها صدى كويس. طيب فكره تفضيلات الجمهور هي برضو بتبقى محدداك او 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 يعني موجهاك؟ انت مصور مصري واحنا عارفين قد ايه حب متابعي الكوره لمحمد صلاح وحبنا احنا الشخصي كمصريين، انت عينك لقطت على طول صور محمد صلاح اللي موجوده في الملعب وعينك لقطت المشجعين وظهرت وعلى طول في ثواني كانت انتشرت في كل المواقع. يعني صوره صلاح سبحان الله سبحان الله انا لقيتها بالصدفه وانا راجع للكرسي بتاعي اللي انا هصور فيه في ماتش المغرب على ما اظن او في ماتش المغرب لقيته محطوط ورايا بالظبط وسبحان الله البولنتير اللي هو موجود في الملعب
واقف وراه بس مداري الصوره. انا لقيته يعني هو صدفه وفي نفس الوقت حظ ان انا لقيته جنبي كمان، والحمد لله كنت تقريبا ما فيش حد واخد باله خالص ان في صوره لمحمد صلاح في الملعب. يعني الواحد برده بيسعى وربنا بيرزق، والواحد بقدر الامكان بيجتهد اكتر عشان نبين الناس اللي بتشوفوش في الملعب، ان الملعب كله الناس بتتفرج على الاكشن بتاع الكوره وايه اللي بيحصل في الملعب والكلام ده، بس في برضه كواليس الملعب الواحد برضه بياخد باله منها. دي اللي بنشوفها من خلال الصور بتاعتكم. صحيح عمرو، انت صورت صور كتير قوي وما شاء الله صور جميله، وان شاء الله تفوز في بهذه الصور او هذه الصور تدخل في مسابقات وتفوز فيها، لكن انت قلت ان انتم مجموعه من المصورين الصحفيين موجودين تابعين لرويترز، وفي ناس كتيره، في الاف من المصورين موجودين. ايه الصوره اللي انت شفتها وعجبتك مثلا وكنت تتمنى لو انت صورتها؟ اكيد انت متابع طبعا. متابع متابع يعني انا حظي لغايه دلوقتي يعني انا كان انا صورت قبل كده رونالدو في ريال مدريد او كده في بعض البطولات، بس انا حظي المره دي ما صورتش رونالدو في الماتشات، حتى ما حصلش في التدريبات. يعني انا صورت برضه ميسي ما صورتوش في الماتشات، بس صورته امبارح في التدريبات. كان ميسي وانجل دي ماريا وصور بزوايا مختلفه، معرفش كان ليك وجهه نظر معينه انك تجيب الميران بالشكل ده ولا ايه؟ يعني صور ميسي؟ انا كنت عايز ابين صور ميسي اللي هو يعني انا بحب ضحكه ميسي. انا بحب يعني حاسس ان زي انا بالنسبه لي بحس ان هو زي بعد ما عمل دقنه او شكله بحس زي بابا نويل كده، يعني زي انا كنت عايز اطلع صوره مختلفه ليه بقدر الامكان، ايه اللي هي الضحكه ديت مختلفه وخلاص. حتى هو كان اصلا في وسط التدريب هو اخر واحد، حتى الناس كان في المراسلين هناك كان مستغربين ان هو اخر واحد نزل التدريب، سمعنا ان هو نوعا ما في اصابه في ظهره، حتى انا حتى عشان كده حطيت الصور وهو ساند ايده على ظهره. كنت بتقول بقى انه تمام يعني اوكي. يعني بالظبط اجي بقى اللي انا ممكن كان نفسي اخد ايه صوره، يعني انا كنت بتمنى برضو، بس كل واحد ما فيش حد بياخد اكتر من نصيبه. يعني انا الحمد لله ما فيش نصيب لغايه دلوقتي ان اصور رونالدو في البطوله. انا البلان بتاعتي مع المكتب ليا تصوير حاجات معينه عشان احنا من التوزيعات، وممكن كمان بكره اصوره او ما اصوروش لسه ما اعرفش، بس عشان دي تقريبا اخر بطوله تبقى لها كاس العالم لرونالدو. صحيح. وفي نفس الوقت الحكايات اللي عليه وحكايه انتقاله او صرفه لمانشستر يونايتد او الظروف اللي هتبقى بعد كده ايه. ومع ذلك يا عمرو تمام مفهوم، ومع ذلك هو النجم فرض نفسه، يعني بكل التوفيق طبعا ليك ان انت كل التوفيق ليك ان انت ان شاء الله تصوره في اخر بطوله كاس العالم ليه، لكن هو النجم فرض نفسه. احنا شفنا صوره لكل المصورين الصحفيين موجودين بيصوروا كريستيانو رونالدو وهو بيشرب ميه، وفي بقى دي من وجهه نظري بعد اذنك يعني هتبقى افضل صوره ان هو المصور الصحفي اللي صور الصحفيين وهم بيصوروه. شوف كم الشموخ الموجود. طبعا احنا بنشكر طبعا عمرو عبد الله مدير التصوير الصحفي بوكاله رويترز بالقاهره، شكرا جزيلا ليك.